إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت بقناة الشحفة البث المباشر هنا مباشرة من مدخل باب سبتة هنا بمدينة الفنيدق، حيث تواصل السلطات عملية نقل جميع الموقوفين اللي تم يعني التوقيف ديالهم أو بعض الأشخاص اللي استسلموا نظرا لأنهم هذه 3 أيام هما موجودين في هذه الغابات المجاورة لمدينة الفنيدق وكذلك الأحياء الهامشية. كنعرفوا بأن العامل أولا ديال الجوع، لأن الأغلبية ديال المرشحين اللي جاوا لهنا أكيد بأنهم ما غادي يكونوش تناولوا مجموعة من الوجبات، وكذلك يعني العامل ديال العياء وكذلك العامل ديال عدم النوم، وبالتالي فالماء تم الترويج له في العالم الافتراضي فهو مخالف تماما للواقع. يعني شنا الدموع ديال الأمهات والآباء وكذلك العائلة جاوا لهنا خصيصا باش أنهم يعرفوا المصير ديال الأطفال ديالهم على مستوى هذه البوابة اللي يمكن نقولوا بأنه تم اتخاذها كمركز لتجميع جميع الموقوفين من طرف السلطات، سواء رجال الدرك الملكي على مستوى يعني شاطئ بليونش أو كذلك رجال الأمن وكذلك القوات المساعدة وكذلك السلطات المحلية. للإشارة متابعينا الكرام، فسمعنا يعني حكايات أو يعني مآسي اللي هي صراحة تدمي وتدمع العين. مجموعة من الأمهات والآباء لحدود الآن ما عارفينش المصير ديال الأبناء ديالهم، جاوا لهنايا يعني لحدود الآن ما كاين حتى شي معلومات، في حين بعض الآباء اللي توصلوا فعلا بأنه تم إلقاء القبض على بعض الأطفال ديالهم. إذا مآسي يعني عاشتها مجموعة من العائلات ومجموعة من الأمهات والآباء. وللإشارة فمجموعة من الآباء فهم جاوا من العرايش، جاوا من بني قرفط، جاوا من طنجة، جاوا من تطوان، من مرتيل، وكاين اللي بعض العائلات اللي جاوا من هنا من مدينة الفنيدق متابعينا الكرام، واللي جاوا يعني كيسولوا على وليداتهم. وأكيد بأن الأغلبية هاد الموقوفين إما غادي يتم يعني الترحيل ديالهم نحو مدنهم، بالنسبه للاشخاص اللي عندهم الحاله ديال العوده فغادي يتم التقديم ديالهم امام انظار النيابه العامه، بالنسبه للقاصرين غادي يتم التسليم ديالهم لبعض المراكز التي تعنى بالطفول. اذا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام هذه الاجواء على مستوى باب سبته. للاشاره فيمكن نقولوا بان جميع المرشحين للهجره الجماعيه فتم الايقاف ديالهم، بينما الباقي فهو انسحب أو أنه توارى عن الأنظار، ويمكن نقول بأن الوضع تحت السيطرة. في حوالي الثالثة صباحا كانت مناوشات بين هؤلاء الأشخاص المغرر بهم من أجل الهجرة الجماعية، إما بالارتماء في الشواطئ ديال الفنيدق وبالضبط بشاطئ بوينتي نيغريتو القريب من السواحل ديال مدينة سبتة السليبة، أو أنهم يمشوا باتجاه السياج المحيط بسبتة السليبة. كيف قلنا فكانت مناوشات بعض العشرات من يعني بعض الاشخاص اللي المغرر بهم من اجل الهجره الجماعيه، فهم حاولوا رشق يعني الشرطه ورجال الامن بواسطه الحجاره. يعني الاصابات في صفوف رجال الشرطه فكانت يعني العدد قليل ديال رجال الشرطه اللي تصاب، بينما لحقت بعض الخسائر سواء يعني السيارات التابعه للقوات العموميه وكذلك بعض المواطنين على مستوى حي سيراميكا. بدايه من الساعه حوالي 9 الى 10 صباحا مجموعه من الاشخاص هجموا يعني من الجهه اللي كنقولوا لها حنايا تاروبرا وكذلك على مستوى منطقة الأنشطة الاقتصادية وبعض الغابات المجاورة لباب سبتة، والأغلبية ديالهم فتم التوقيف ديالهم، فيما باقي الأشخاص فاستسلموا للقوات العمومية. إذا هذه الأجواء مباشرة كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام من أمام باب سبتة، حيث لا زالت السلطات الأمنية والإقليمية والمحلية تواصل عملياتها من أجل يعني شن مجموعة من الدوريات على مستوى الأحياء وكذلك الغابات اللي يختبئون فيها بعض المرشحين للهجرة بشكل جماعي، كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور من خلال هذا البث المباشر. بطبيعة الحال فحتى ساعات متأخرة من فجر يومه السبت الأحد غادر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وكذلك والي ولاية أمن تطوان، واليوم يعني الان في هذه اللحظات كاين والي ولايه امن تطوان فهو حاضر شخصيا باش انه
يعني يسهر على العملية ديال التأمين أو التصدي لبعض الهجمات المحتملة، وإن كان فالوضع تم السيطرة عليه بشكل كامل متابعينا الكرام. إذن هذه الأجواء كيف كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب مباشرة من أمام باب سبتة أو معبر باب سبتة في هذا الاتجاه، فالمنازل اللي كتبان مباشرة من يعني ما وراء هذا السياج يعني باللون الأصفر فكلها تابعة لمدينة سبتة السليمة. الإشارة فبالنسبة للناس اللي باغين أنهم يدخلوا مدينة سبتة أو أنهم يهاجروا نحو إسبانيا عن طريق باب سبتة فالأمور عادية، يعني السيارة تدخل بشكل عادي وتخرج بشكل عادي متابعينا الكرام. إذن كيف كتشاهدوا فالأمور فهي عادية ورجال الأمن فهم مازال يعني يقومون بعملهم اليومي كما هو معتاد بالنسبة للعملية ديال دخول وخروج يعني الناس اللي كيقصدوا مدينة سبتة السليمة، والأجواء عادية بخلاف ما يتم الترويج له بأنه باب سبتة مشدودة أو ما إلى ذلك، فالأمر عادي يعني كسائر الأيام. إذا كيف قلنا ففي هذه الأثناء ستغادر إحدى الحافلات واللي على متنها مجموعة من المغرر بهم من أجل الهجرة الجماعية في اتجاه مدنهم، والأغلبية هاد القاصرين فهم ضحية ديال الصفحات المجهولة اللي بين الفينة والأخرى التي تعمل على تأجيج الوضع وخلق البلبلة والفوضى هنا بمدينة الفنيدق. الإشارة فساكنة مدينة الفنيدق فعبرت عن سخطها يعني وهذه الفوضى اللي عاشتها خصوصا حي سيراميكا الذي يشهد بين الفينة والأخرى يعني كر وفر بين المرشحين للهجرة اللي كيحاولوا يعني، ومن خلال قناة شفتها بقناة الشعب كيف تابعتوا معنا من خلال المباشر يعني الشرطة ديال مكافحة الشغب كيف تعاملت يعني بطريقة إنسانية وهي تقوم بمد الماء لبعض الموقوفين، علما بأن مجموعة ديال هاد الموقوفين فهم قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة، فبرافو لرجال الأمن صراحة يعني وثقنا هادشي هذا على المباشر من نقطة ديال منطقة الأنشطة الاقتصادية. كيف كتشاهدوا العملية ديال إلقاء القبض على كل المتورطين في عملية الهجوم الجماعي أو اللي جاوا بغرض الهجوم الجماعي فهي متواصلة. هنا كيتم تجميع الموقوفين قبل نقلهم عبر حافلات باتجاه مدنهم، وكيف قلنا فالوضع فهو عادي هنا بمعبر باب سبتة. كيف كتشاهدوا فالسيارات اللي هي جات من مدينة الفنيدق باتجاه مدينة سبتة السليمة فكاين انسيابية في حركة السير والأمور عادية جدا هنا على مستوى مدينة الفنيدق. إذا هذه الأجواء كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، لا بالنسبة للناس اللي كيتوافدوا هنا على مستوى سيارات الأجرة أو على مستوى سياراتهم الخاصة أو أنهم كينقلوهم العائلات ديالهم، فالأمور تبدو عادية جدا. هذه كذلك إحدى الحافلات اللي حتى هي غادي تدخل لهذا المركز من أجل نقل الموقوفين باتجاه مدنهم. برافو لرجال الحموشي، برافو لرجال الدرك الملكي، برافو لرجال القوات المساعدة، برافو للسلطات المحلية والإقليمية. هذا هو المشهد كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، مجموعة من الأمهات والعائلات وهن أو وهم يعني ينتظرن فلذات كبدهم، والأجواء تبدو يعني عادية جدا هنا على مستوى معبر باب سبتة كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور ومن خلال هذا البث المباشر. بينما تواصل قوات الأمن وكذلك القوات المساعدة وكذلك رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية العملية ديال توقيف مجموعة من الأشخاص سواء المتورطين أو اللي تم التوقيف ديالهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الهجمة.
الإشارة متابعينا الكرام، فتم تقديم الإسعافات الأولية من خلال سيارة الإسعاف لأحد الأشخاص اللي حاول الارتماء في البحر، وما عرفش بأن المنطقة اللي ارتمى منها فيها عالية، وبالتالي فتصاب بكسر على مستوى الرجل بالإضافة إلى رضوض على مستوى الوجه، وتم تقديم الإسعافات الأولية له بينما قامت سيارة الإسعاف بنقله إلى المستشفى العمومي محمد الخامس هنا بمدينة الفنيدق. يعني صراحة يمكن نقولوا بأن رجال الأمن وكذلك القوات المساعدة والدرك الملكي فهما قاموا بواحد المجهود اللي هو كبير وجبار، ووضعوا يعني استراتيجية استباقية من أجل صد هذه الهجمات. وكما تابعتوا معنا من خلال مباشر آخر على مستوى شاطئ بوتيت نيغريتو أو بوينتي نيغريتو القريب من حدود سبتة السليبة، يعني الجولات اللي كيقوموا بها الدرك البحري وكذلك البحرية الملكية من خلال الزوارق السريعة وكذلك بعض الزوارق من النوع الصغير، ولازالت متمركزة على مستوى الشاطئ كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام من خلال هذه الصور ومن خلال هذا البث المباشر. والآن لازالت إذا المتابعين الكرام نتمنوا إن شاء الله أن نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.